أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم باللي راح نعرضه لكم من مواضيع أنتم أصلاً مصوريها وناشريها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تحجوني أنا بالمواضيع اللي أنتم تردون تحجون بها. للاتصال بالبرنامج أرقام البرنامج بالأسفل، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذن الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم المخصص للواتساب، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقتنا، وأول ملف ويانا مشاهدينا هو ملف التظاهرات المطالبة بالتعيين والتثبيت. عندنا شرائح هواية من المجتمع ممن يطالبون بالتعيين، ومنهم عقود محاضري بغداد عام 2020 اللي طلعوا بتظاهرة أمام وزارة التربية حتى يطالبون وزير التربية ورئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني أن يقومون بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد إكمال سنتين عقدية حسب الاتفاقات المبدئية اللي كانت موجودة بيناتهم. تظاهرات العقود لعام 2020 هاي حتى دربي بعد ما اسكت عليكم حق طلعه من ديكم بعد ما اسكت عليكم وين تصفى الدنيا بيكم حق طلعه من ديكم بعد ما اسكت عليكم العدد مو قليل. انتم لاحظتوا على طرفين الشارع ايش قد واقفين؟ الخريجين التربويين والاداريين بمحافظه بابل هم همين تظاهروا، بس تظاهروا هناك امام مبنى المحافظه حتى يطالبوهم بالاستثناء. وهو مو استثناء، لان هم يريدون يتعينون، لان لو استثناء يختلفون عن بقيه اقرانهم بالمحافظات، لكن هم يريدون يتعينون اسوه ببقيه المحافظات اللي تمكنت من زياده الدرجات الوظيفيه المخصصه لها تحت مسمى ملحق وتحت مسمى استثناء ال50,000. لكن محافظه بابل ما قدرت انه تاخذ هذا الحق لولدها على الرغم من الكثافه السكانيه اللي موجوده بها وارتفاع معدلات البطاله بين شبابها. خلونا نشوف تظاهرات بابل. يظاهرون والقبلهم دا يظاهرون شباب العراق أغلب دا يظاهر ويقول لك عيني شغلني، طلع اليد العاملة الأجنبية من البلد وشغلني، أنا محاضر مجاني شغلني،
أنا عقد شغلني، أنا عاطل عن العمل شغلني، طالعين دا يتوثلون بالحكومة والمسؤولين يقولون لهم شغلونا شغلونا، هم منهم تستفادون من عندنا، هم من عدها تطونا راتب، هم من عدها نقدر نعيش. هذا كله واللي تسمي نفسها حكومة والقبلها صامة أذانها ما تسمع. طبعا ما طول أكو تظاهرة المن للي يطلب بالتعيين أو الحق من الحقوق، فالقوات الأمنية بكل تأكيد تكون متواجدة وبقوة. اليوم قوات مكافحة الشغب اعتدت على الخريجين التربويين والإداريين اللي تظاهروا في محافظة بابل أمام مبنى المحافظة. ليش؟ لأنه الجماعة رادوا ينصبون خيمة يخلوها مركز للاعتصام مالتهم حتى يطالبون بحقهم، فالقوات الأمنية هيك تعاملت. ليش ده ضربهم؟ إرهابيين، مجرمين، قتلة، سراق، حرامية، نهبوا المال العام، جابوا مواد فاسدة بالحصة التموينية، مشاريع ما نفذوها على أكمل وجه، شوارع ما بلطوها بصورة صحيحة. مواطن شاب يقول لك عيني عيني أريد أشتغل، وهذا حقه. ما أعرف ليش واحد لما يطالب بحقه بهالبلد ما له حق، ما اعرف ليش. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجودي انا من منصه فيسبوك علي الشمر يقول: اين حقوق الانسان؟ اين الديمقراطيه؟ اين الحريه؟ هكذا يقمعون الفقراء والمساكين. مع كل الاسف الديمقراطيه غير موجوده في العراق، فقط عنوان كرار الصائغ. ندين ونستنكر الاعتداء على اخوتنا الخريجين التربويين والاداريين في محافظه بابل. وجيلان تقول: استمرار واستكمالا منذ 3 سنوات من التسويف والمماطلة بالحقوق، الخريجون التربويون والإداريون مستمرون لحين تحقيق المطالب. وأم علي تقول: والله كفوا منكم أخوتنا، وحسبي الله ونعم الوكيل من كل اللي يقمع المتظاهرين السلمين. كان هذا تعليق الناس على قضية قمع تظاهرات الخريجين والتربويين. هو خريج تعبان على روحه، نجح وتخرج، ده يحاول يشتغل بهذا البلد، لأنه التعيينات اليوم بالبلد بفلوس. هذا ما عنده فلوس يدفع. بس السؤال اللي ينطرح: لو كان أكو نزاع عشائري، القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب تتدخل بهاي الصورة؟ لو أكو نزاع مسلح بين ميليشيات 2 عصائب وسرايا مثلا بالبصرة، القوات الأمنية تتدخل بهاي الصورة؟ لو كان أكو مثلاً عركة بين مجموعة وأفراد من ميليشيا ويا مركز ما الشرطة، ويرمون المركز ما الشرطة ويهددون الشرطة، القوات الأمنية تتدخل بهاي الصورة؟ هذا السؤال اللي أتمنى تجاوبوني عليه. ملفنا الثاني مشاهدينا من محافظة صلاح الدين، اللي صارت بيها مشادة كلامية بين أحمد الجبوري أبو مازن، واللي انتخبوه حتى، أو اللي تم انتخابه أو اللي تم اختياره، لأنه مو انتخاب، حتى يكون محافظ لصلاح الدين،
وعضو مجلس محافظة صلاح الدين كامل عباس أشرف بسبب، شوفوا المشادة الكلامية، بسبب شنو؟ عدم فوز كامل عباس أشرف بمنصب نائب المحافظ الأول. يعني العركة هنا ما قال ليش أنت محافظ ماكو خدمات بالمحافظة، ما قال ليش أنت محافظ شوارع المحافظة منتهية، ما قال ليش الحصة التموينية ليش فاسدة، ما قال ليش ماكو كهرباء. أكو عركة لأنه ما صار نائب محافظ. تعالوا نشوف. عباس رافض يصور ويا ابو مازن لانه ما انتخبه نائب اول المحافظ. ذكروني جهال مال منطقه دا يلعبون طابه وما عندهم جول، حاطين طابوقات اثنين او تكرمون النعل اثنين مسوين قواله، وواحد يجي يقولهم ما العب وياكم او ما اعطيكم الطابه لان ما تلعبوني. بالضبط الجماعه هنا دا يتعاركون على منصب. رافض يصور ويا ابو مازن لانه ما نطى منصب او ما نطوا منصب او ما توافقوا على هذا المنصب وقابل عيطة. لكن كبرت العيطة وصارت بها مشاكل وفوضى، فاللي صار قوات مكافحة الشغب للمرة الثانية تدخل ببرنامج صوتكم، بس هالمرة دخلت داخل مجلس محافظة صلاح الدين حتى تفض الاشتباك اللي موجود اللي صار به انه ابو مازن طلع من المجلس بوسط عدد هائل من الحمايات وقوات مكافحة الشغب. يا ترى ليش دخلت قوات مكافحة الشغب بالمجلس؟ هذا سؤال مهم. هذا كان نائب بالبرلمان، هذا كان يسمي نفسه مشرع من المشرعين، وهو واحد من الأشخاص المتهمين بكثير من القضايا الفساد. صار محافظ صلاح الدين، صار أكو مجلس محافظة اللي الناس ما تريده لا بصلاح الدين ولا بذيقار ولا بغير مكان، بس قبت العيطة بيناتهم على المنصب. بالضبط أكو مقولة أو مثل قديم يقول لك البوقش وقت تبين من يتعاركون الحرامية. هنا شوكت بينت الخلافات من يتعاركوا بيناتهم على منصب. الناس لما شافت اللي صاير بين أبو مازن وعباس فعلقت على الموضوع، وأول تعليق من أبو صادق عثمان البجساس يقول بدأت طلايب مجالس المحافظات، وصدام ناصر يقول مجالس الحرامية ولعت تقاسم المحافظات بين الأحزاب، وأحمد العراقي لا أهلا ولا سهلا رجعت مجالس المحافظات ورجع الفساد والمحاصصة. والدكتور جعفر الطيار يقول هذا حال بلد يحكم الخونة والذيول والحرامية وتقود الأحزاب لا خير فيه، أحزاب قذرة تقود البلد وستقوده للهاوية. إن شاء الله ما نروح للهاوية، لكن يقصد أنه إذا بقت الأحزاب احنا واصلين للهاوية، لأنه فعليا اليوم العراق متذيل قائمة كل شيء، نحن الأسوأ في كل شيء، جوازا، معيشة، نزاهة، شفافية، نظام قضائي، نظام تعليمي، نظام صحي، نحن الأسوأ في كل شيء. أبو عبد الله من واسط حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا تحية إلى قناة الرافدين وإلى منبر صوتكم. حياكم وياك يا غالي. الله يسلمك ويحفظك. بالمناسبة يعني إحنا مبدئيا ما نلوم الحكومات لا السابقة ولا الحالية برأيي. نلوم الاحتلال. الاحتلال هو الأول والأخير، هو المسؤول عن الفوضى، هو المسؤول عن اجتياح بلد، تدمير مقوماته. طيب مثل ما تفضلت حضرتك، تدمير النظام التعليمي والصحي والبيئي وكل الكوارث سببها الاحتلال. الاحتلال وضع حكومة مدروسة بالمنفى واجت على ظهر الدبابة وبدت تحكم. طيب ابو عبد الله، اكو سؤال يعني سؤال ملح اذا تسمح لي. انت تقول نلوم الاحتلال، عمرك شفت احتلال يحتل بلد او نظام يحتل بلد بنا؟ يعني بغداد مو أول مرة تحتل، خلينا نرجع من زمن هولاكو ونصعد لفوق. بغداد هاي رابع احتلال أو خامس احتلال إلها. هولاكو عاصف الأرض فسادا. نعم. هو هذا القصد، فإحنا نلوم المحتل وهو جاي يدمرنا. احنا بالنسبه لنا مبدئيا احنا مثل ما تفضلت حضرتك، نعم احنا اكيد نلوم الحكومات، بس الرئيس هي الاحتلال. نعم احنا في واقع حال يعني. نعم يعني سياسه البلد نحكيها بالخط العريض، سياسه امريكيه. نعم الدستور امريكي، يعني الدستور بال 2008 اتذكر من صوته عليه، ما حد صوت عليه، فئه قليله صوتت على الدستور، وبالتالي مثل الشعب وسووا دستور. ترى امريكا رادت برلمان، سوت برلمان اسوه برلمانات العالم المفضله، يعني تريد تمثل احنا يعني برايك يعني احنا يعني كبلد يعني ترهمنا مثلا برلمان ويرهمنا مثلا حكومه ديمقراطيه؟ احنا ناس يعني اذا مو 60% 70% احنا قبائل، يعني شلون ترهمها؟ يعني تجيب لنا ما جاي يستوعب يعني الفكره هاي. اول اثنين الحكومات المنتخبه والمتتاليه على مدار هاي كلها من 2003 لحد الان هي فاسده. نعم بدليل تعال خلينا نقيس على الطبيب. نعم تروح للطبيب بالمستشفى يتقاضى راتب واجر، والمسؤول يقول اعطوا الاجيره اجره قبل ان يجي في عرقه. تروح للطبيب يقول لك بابا انت مهنيا تتقاضى اجر، يقول لك بابا تعال للعياده مالك. زين مو زين، وين الانسانيه؟ وين هي انت تتقاضى راتب؟ نعم تروح للمعلم المدرس يرتب الطلاب في سبيل يدخلون دوره يمه، يجيب اسئله صعبه للطلاب على مود يدخلون، على مود يجون بالعطله الصيفيه يدخلون دوره يمه، وبالتالي هذا فساد. تروح للضابط امر فوج يعني امر سريه امر فصيل، عنده فضائيين مرتب اموره من ابو القلم وانت صاعدا، حتى عنده ترتيب الوزاره. نعم من تطلع مفرزه من الوزاره تفتيش قبل يعطون انذار، ينطون اشعار لا امر سريه لا امر فوج، يلا راح لجنه تفتيش وزاريه، شكوا فضاء استدعوهم خليك تحكون. وهاي يصعدون جكسارات وسيارات حديثه، والاطباء ما شاء الله جالسين، تعال شوف كل عمارات عندهم تجاره. نعم. مستشفيات اهليه، مدارس اهليه كلك. زين انتم هسه امنتوا بالله التعليم الاهلي موجود؟ زين انتم هاي الملايين، يعني انت ذاك اليوم انا التقيت بشاب بعمر الزهور مرحله ثالثه يدرس كليه يقول والله انا ما عندي، جاي يدفع اقساط سنويا 3.5، يمتى اكون نفسي؟ يمتى اتعين؟ يمتى اتزوج؟ عمي قلت له الله يساعدك، قلت له احنا بالتسعينات ندرس كليات هندسه بغداد. نعم تجينا الوزارات بالتسعينات ما نروح نقول النظام البائد والصدامي، لا عوفنا من هاي المسميات. نعم نعم كنظام تعليمي اذا تحكي. نعم كبروجرام، شوف البروسيجر مالتهم بالتسعينات شلون كان يكون؟ كان يكون تجينا لجنه الطاقه الذريه مثلا يتعاقدون ويانا مهندسين، انتوا لكم تعيين مركزي، حتى اذا رفضتوا التعاقد ويا هاي المنظمات لكم تعيينات مركزيه. نعم وتشوف المهندس قبل اول ما يتخرج يخدم سنه ونص ويروح
ما شاء الله يتعين يطلع تعيين بوزارة التخطيط المركزي لو يضعف صحة لو على التعيين العالي لو على بقية الوزارات قرارات وأمور صحيحة ماشي بحب الله سواء عالي العال سواء نفسك زوج استقار خدم البلد فساد ماكو أكو إنتاج كان عندنا ظروف وحصار معامل نسيش تشتغل صح القطاع النفط ما يشتغل وحصار ظروفنا جيدة قال هسه البلد انقلب أبسايد داون مثل ما يقول رأسا على عقب تعال شوف الفساد تعال شوف الانحطاط الأسري شوف التفكك الله أكبر يعني هاي يعني الله العظيم كارثة الحشمة راحت البنية ما تحتشم الولد قام يحتشم البنية ما تحتشم الأخلاق ما صفر ليش هاي ليش غير هاي كلها سياسة احتلال ليش هم مو عندهم مبدأ فرض تسد مو سووا لهم طائفية مو فجروا ما فجروا المراقد وخلوا شيء تكتب شيء لا مو هي هاي سياسة أمريكا سياسة الشيطان استعمار شو تسميها تسميها احنا قارين التاريخ ونعرف تاريخهم تاريخ الانجليزي قارينه تاريخ الفرنسي وعد بالفور هاي كلها سوالفهم اجوا احتلوا الاراض بحجه واهمه حجه ذريعه اسلحه دمار شامل دمروا البلد جابوا ربحهم شكرا مالاتك هاك مالاتك ايش هاي سياستي هاي نفوذي شكرا شكرا لك ابو عبد الله واعتذر منك بس عندي فارق واحد وياك اخويا اللي وقت قبل كان النفط ما يشتغل لا انا اثبت لك انه النفط كان يشتغل لانه في فتره الحصار كان العراق ممنوع من الاستيراد والكل يعرف انه العراق حتى قلم الرصاص ما كان يقدر يستورده لكن عمرنا ما صارت عندنا ازمه وقود وكان البنزين مال السياره رخيص والنفط رخيص والغاز رخيص وحتى اتذكر دهن السياره دهن المحرك كان مثل كوبونات الحصة التموينية تقدر تروح تستلمها من البنزين خانة فما كانت عندنا أزمة وقود ولا كانت عندنا أزمة حصة تموينية ولا كانت عندنا حصار ناس رواتبها ضعيفة نعم الناس تعبت جاعت نعم لكن وقود لا ما شفنا أزمة معامل تشتغل أي صح وكلمة صنع في العراق في فترة الحصار وصلت إلى أوجها لكن المشكلة احنا نحكي حاليا في زمن الديمقراطية في زمن عدم وجود الحصار ورفع العراق من مادة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والوصاية الدولية رفع العراق من كافة الحجوزات والعراق المفروض بطيران والمفروض بسياحة والمفروض بزراعة والمفروض بصناعة هاي المفروض بس كل ما دا نشوفها نروح إلى ملفنا الثالث هو حكينا شبيه شوية البارحة واليوم راح نكمل حكي عنه اللي هو قضية متابعة الناشطين وملاحقتهم الناشط المدني من محافظة البصرة أحمد مهلهل يطالب أن تتم إزالة الدعاوى والتهم الكيدية بحقهم وإلصاق التهم بالناشطين مشكلة بحيث أن أحمد مهلهل ألصقت تهمة حرق مجلس المحافظة سنة 2018 هذا ورا من تزعوا منه الاعترافات بالقوة مثل ما يقول وأشار الناشط أن القضية انتهت بعفو رئاسي من رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي والكل يعرف براءته منها ورما تم الإفراج عنه استدعوه مرة ثانية من قبل القضاء مستدلين بصورة ثانية مو إله وصل بلاغ لحضور جلسة المحكمة بتاريخ 6/2 بدعوى حرق المحافظة لسنة 2018 طالب القضاء أن ينصفه بمحاكمته المقبلة وإعلان براءته من هذه التهم فقد عانى كثيرا لأن تم فصله من وظيفته قطع رزقه وهو المعيل الوحيد إلى أسرته فوالده مقعد ووالدته تعاني من الكثير من الأمراض وهم كبار بالسن إضافة إلى حياته خلونا نشوف شنو اللي صار؟ ما نعرف يا سيادة المحافظ الشيء اللي ارتكبته إنه رفعت صورتك كتبت إكس بيها دمرتني خسرت وظيفتي دمرت عائلتي شنو اللي خسرته؟ هل أرجع من جديد وطب للسجين؟ أن المواطن أحمد مهلهل من سكنة محافظة البصرة شاركت في تظاهرات 2018 والكل يعرف من جميع المحافظات والبصرة المطلب ليس شخصي بل عام تظاهرات 2018 حصل ما حصل لي شخصيا من مضايقات وتهديدات شنو السبب؟ انه احمد مهلهل تقوم عليه دعاوى كيدية
واحترافات تحت الضغط على المادة 342 اللي هي حرق مبنى المحافظة في محافظة البصرة 2018. شنو السبب؟ هل انه مجرمانة طلعت طالبت بأبسط الحقوق اللي هي للمنتسب وللشرطي وإلي وإلكم كلكم اللي انتم تشاهدون، حصلت لي دعاوي كيدية واحترافات بالضغط والتعذيب ومحكمتي 6-2. شنو اللي يقرر القاضي؟ القاضي راح يشوف أوراق قدام احتراف، كل شيء ما رايد رايد بس من الله ثم منكم ومن القضاء إن ينصفني. وهاي الصورة اللي راح تشوفونها هي تثبت براءتي. شلون؟ الشخص ما يشبهني وهو أصلا مو أنا، راح تشوفونه قدامكم، هو هذا الشيء اللي يثبت براءتي وهذا الشخص مو أنا. سلمت الدرع لقواتنا الأمنية وبنفسهم حضننا. ليش متظاهرين سلميين؟ شنو اللي حصل هسه ورجعت الدعاوى الكيدية يا سيادة القاضي؟ أتمنى تنصفوني، أتمنى إنه تساعدوني. أنا فقط الشخص لعائلتي، والدي معوق، والدتي مريضة بأمراض مزمنة. هل جريمة إنه طالبت بحقي وبحقكم؟ شنو الجريمة اللي ارتكبتها؟ نعم، مثل ما تحولت المادة 4 إرهاب اللي العراقيين يسموها 4 سنة، مادة جرم محقق إلى طائفة معينة بعينها، وامتلأت سجون العراق بأبناء طائفة معينة تحت هاي المادة. مطالبة الإنسان بحق اليوم بالعراق هي جرم. أحمد مهلهل وهواية ناشطين لما طالبوا بحقهم هي جرم. أكو هواية ناشطين بال 2019 إبان تظاهرات تشرين وبعدها ثورة تشرين غيبوا ولليوم ما نعرف عنهم شيء. وأكو هواية ناشطين صفوهم مثل هشام الهاشمي وهواية غيره، إيهاب الوزني وغيره، أسماء كثيرة ما أذكرها. فجرمه هو دافع عن الحق. أما قضية أسعد العيداني حاط عليه أكس، فهم كل السياسيين يعرفون أن الشعب العراقي رافضهم عن بكرة أبيهم. الناس علقت على هذا الموضوع. أثير التميمي، الله يكون بعونك أحمد، صراحة كلش انظلم وخصوصا بالدعاوى الكيدية. وآدم يا أخي مصيبة والله، ماكو هيج ظلم. وسجاد محمد، الله يكون بعونك يا أحمد وإن شاء الله إفراج. وحيدر الغيثي، إن شاء الله سلامات وماكو شيء، ربي يعينك ويفك محنتك. السؤال اللي ينطرح هنا، شخص دخل بمحاكمة بقضية وطلع بها قرار براءة، معقولة يلفقوا له تهمة ثانية وراء كم سنة؟ الجهد الاستخباري والجهد الأمني وين؟ معقولة من عرف هذا الملثم منه؟ لو حال هواية من المنفذين لعمليات الاغتيال والحرق راح تسجل ضد مجهول لأنه يتبع جهة ما. أبو زينب من النجف حياك الله. الله محييك أستاذ أفل. الله يسلمك. والله حبيت أعقب على يمكن الملف الأول حول ذول المتظاهرين. نعم. للمطالبة بشكل سلمي وشكل إنساني للتعيين. لو الإنسان متخرج يريد يتعين يأخذ راتب يمشي بيقوت نفسه وعائلته. نعم. قوموا يبني قصور يبني عمارات على كل ويتجنب العوز. نعم. الخطأ الأساس بهاي العملية هو إيجاد التعليم الأهلي بالابتدائية المتوسطة الإعدادية المعاهد الكليات كليات جامعات كذا، اللي زاد عن المدارس الأهلية والكليات والجامعات بضعفين أو ثلاثة أو ربما حتى بأربعة أضعاف. نعم. التعليم الأهلي، العفو، التعليم الحكومي مجانا. نعم. التعليم الأهلي بفلوس. نعم. طيب هذا من يجيك الأب ولي الأمر يعين ابنه أو العفو يسجل ابنه بهاي المدارس والكليات يقول لك أنا أريد يتخرج ينجح وأريد يتعين، أنا منطي فلوس. نعم.
صدق كذب زين مو زين مستوى العلمي هابط مستوى عالي على كل. هنا الخطأ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا من رئاسة الوزراء. المفروض يلغون كل التعليم الأهلي اللي يجي بعد 2003، لأن الأعداد مثلا إذا كان بالسنة يتخرج خلينا نقول مثلا بكل اختصاصات 100,000 واحد، الآن جاي يتخرج 1,000,000 و1,500,000 دولة، وين توديهم؟ زين أبو زينب، السؤال الأهم أبو زينب، هو المفروض يلغون المفروض، هذا حق وصحيح، بس هي أغلب الجامعات إذا مو كلها والمدارس الأهلية مملوكة إلى سياسيين ومسؤولين ومن ضمنهم الوزير ونائب الوزير ومدير المعرف منهم ومعاون المدير كلهم، فمعقولة يسدون استثماراتهم؟ هو هذا ندري به، لا وإلا ليش سووا وجاي شجعوه وجاي زيدوه؟ طيب أنت وأنت مملوك على عينه وعلى رأسه، أنت سياسي وأنت مسوي لك معهد لو كلية لو كلية جامعة لو جامعة لو مدارس، ها وبفلوس. طيب أنت ليش ما تطي بالمقابل أيضا هذا من تخرج مو يطالب يقول لك أريد أتعين؟ أنت ماخذ من فلوس ومنجحني صدق أو كذب؟ ليش بعدين من يطلع يطالب بشكل سلم الضربة تقتله تحتجزه تدمره؟ المفروض أنه أساسا هو إلغاء التعليم الأهلي ودمره. واللي بس إذا تسمح لي تعقيب بسيط، الإمام علي عليه السلام يقول شيئان إن صلحا صلح ما دونهما وإن فسدا فسد ما دونهما، العلم والقضاء، وإحنا الحمد لله اثنيناتهم فاسدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروح إلى ملفنا الرابع، أهالي حي الفارس بمحافظة كربلاء يطالبون بافتتاح مدرسة لأبنائهم بالحي، لأنه الحي في المحافظة بمدرسة ابتدائية وحدة ويعاني من نقص الأبنية المدرسية. خلونا نشوف. عليكم شلونكم أخوتي، لا من يهمه الأمر، أنا أشهدكم باسم الإنسانية، إحنا أهالي حي الفارس صار لنا سنين ما عندنا غير مدرسة وحدة ابتدائية بس، والله حرنا أولادنا هسه ما يخالف اللي يروح البانسيكل يروح بدراجة، بس بناتنا تدمرنا، هم الخطوط وهم راح يجيك المطر وهم الخط ماكو، فأوضاعنا كلش يعني تعبت. هاي المدرسة كاملة وقالوا لنا إن شاء الله راح يفتحوها. وانتوا لاحظتوا المدرسة حلوة ما شاء الله، بس تشوفون الرصيف شلون يخبل، رصيف راقي من الأرصفة الراقية والمتطورة بالعالم والمتحضرة. أدنى أحد سكان منطقة الشاخة بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى يناشد وزير التربية ومدير تربية ديالى بشأن مدرسة المرتضى الابتدائية بالمنطقة اللي تم هدمها سنة 2012 واللي لحد هاي اللحظة ما حفروا الأساسات وما ماكو أي اهتمام بها، وحالياً الطلاب يدامون ببيت إيجار قديم معرض إلى السقوط. ووضح أنه قدم تنازل إلى مديرية التربية عن أرض بمساحة دونم حتى يبنون المدرسة، ولحد الآن ما تمت الاستجابة. يعني فوق ما تبرع للدولة بدونم هم ما دايرين بال. مناشدة إلى مدير تربية ديالى، مناشدة إلى الحاج مثنى التميمي، مناشدة إلى أعضاء مجلس النواب المحترمون، مناشدة إلى أعضاء مجلس المحافظة الفائزون الجدد. عم ناشدكم باسم الرحمة الإنسانية، هاي مدرسة المرتضى بنص منطقة الجعار، احنا تبرعنا بمساحة دونم، قطعة أرض بمساحة دونم، ولحد الآن صار لها 14 سنة، دخلت هاي 24 دخلت على عامها ال 14 سنة، ولحد الآن ما بابنين إياها، ماكو أي بناء. وكثير من الأخوة خل أنوه على شغلة، كثير من الأخوة راح يقول طالع التندر مالتها، وقبل 6 أشهر هم نزلنا مناشدة وماكو أي استجابة من عندهم. فكثير من الأخوة راح يتصلون عليه وراح يقولون هاي بأنه التندر مالتها طالع، أخوان إذا طالع التندر خليه باشرون بيها، رحم الله والديكم، إحنا كل ما نستعجل بالموضوع كل ما ننقذ أطفالنا من الحر والبرد، هسه قاعدين بالكرفانات بهذا البرد، راح يجيهم الصيف راح يموتون من الحر، زين رحم الله والديكم لا تقصرون. هاي المنطقة طبعا تحتوي على ألف من الألف إلى 1500 بيت ما بها لا مدرسة متوسطة ولا إعدادية مال بنات ولا ابتدائية، رحم الله والديكم، لا تقصرون بهاي مشاركة المنشور، هاي صدقة جارية إلك ولأمواتك، احنا هاي تبرعنا بها مساحة دونم، بس شوف لي الشارع ايش بعد عنها، صور لي الشارع، 4 أمتار عن الشارع، 4 أمتار عن الشارع،
انا اشدكم باسم الرحمه والانسانيه اخوان. اذا ما اذا ما بنوها اخوان انا اشد شيوخ العشار ان يتبرعوا لي بقطعه ارض بمساحه دونم. انا اتبرع عبلي اعداديه للبنات في المنطقه. رحم الله والديك وهاي الخيرين هوايه واهل الكرام والرحمه والانسانيه هوايه يتبرعون. 14 سنة مدرسة ابتدائية ماكو منطقة ما بها لا ثانوية ولا متوسطة ولا ابتدائية. 14 سنة فترة دراسية للابتدائية 6 سنوات، يعني هاي فترتين طبوا ابتدائية وطلعوا وخلصوا وصعدوا للمتوسطة وبعدهم واكو فترة ثالثة صار لهم سنتين صف ثاني ابتدائي صعدوا للثالث. شنو ناويين تكملون ثلاث فترات 18 سنة؟ فوق القهر الناس هم المتبرعين بدونهم. ليش القاع؟ الدولة ما عندها أراضي. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من علي كريم. حلها كلش بسيط، خلي السياسيين يستغنون عن بوغا، وحدة من بوغاتهم كفيلة ببناء أكثر من 1000 مدرسة على جميع أنحاء البلد وراح تنحل المشكلة. وعيسى المعموري قسما بالله تربية ديالة كل خدمات ماكو، مدرسة احنا بنيناها على حسابنا الخاص استلم. وطاهر محمود يقول منطقة الشاخة حالها حال باقي مدارس الشاخة، 4 مدارس هدمت والحد الآن ماكو أي إجراء. شوفوا الشاخة كان بها 4 مدارس، هسه ما بها ولا مدرسة. علي إبراهيم صار أطالب أكثر من 5 سنوات حتى ملوا مني، وودي المعاملة للمشاريع، جيب المعاملة التربية، اكتب اسمك ورقمك حتى نتصل عليك. كل هذا وعود لا صحة لها مع كل الأسف الشديد. هذا حال العراق اليوم، وعود وماكو أكثر من الوعود بالعراق. حذرت مصادر طبية عراقية من أنه أمراض السرطان الله يعافينا ويعافيكم تفتك بالعراقيين أكثر من أي بلد بالعالم بوفق إحصائيات طبية ودراسات متخصصة. وطالبت المصادر الطبية بالالتفات إلى السلطات لهذا الوباء اللي صار يحصد ضحاياه بمعدلات مخيفة اليوم. وكشف العجز الطبي بتقديم العلاجات المطلوبة للمرضى، وبعدهم مرض السرطان مرض السرطان هو أحد مسببات الوفيات العشر الأولى بالعراق بوفق دراسات طبية دولية. تزعم أرقام وزارة الصحة بحكومة الإطار التنسيقي أن الإصابة بالأمراض السرطانية بالعراق دون 80 حالة لكل 100,000 عراقي بالعام الواحد. وتباع الأدوية الجديدة للأمراض السرطانية بالعراق بأسعار خيالية، وتكلف المصابين المضطرين أن يشتروها من خارج المستشفيات أثمان كبيرة جدا، بوسط تعويل على وزارة الصحة وجودها من عدمها واحد لإدراجها ضمن تعاقداتها مع الشركات وتأمينها للناس. وتزايدت نسبة الإصابة بالسرطان بمدن البلاد اللي تعرضت عمليات عسكرية ما بين عامين 91 و 2003، وما تلاها من عمليات عسكرية استمرت من احتلال العراق عام 2003 حتى نهاية عام 2016 بوقت تعاني بمستشفيات علاج السرطان من شح العلاجات اللازمة. تفاصيل أكثر بهذا الانفوغرافيك اللي عدى قسم التواصل الاجتماعي. انت عندك سرطان واجلوك بمركز الاورام، بالتالي وجهوك للحكومه للاهلي. قال لي 20 يوم، قلت له خليه ليله وانت فيها سرطان 20 يوم؟ قال لي مرض خبيث فيها. وقال له 20 يوم؟ لا 20 يوم تموت. انطرت سويتها وتقرضت 10,000 دينار، 10 ملايين دينار. تداينت عسكري متقاعد. Thank you.
بما أنه حكومة الإطار هي تتبع الإطار التنسيقي اللي يتزعم المقاولة، عفواً أعتذر المقاومة للمحتل، ووزير الصحة يتبع إلى العصائب اللي هم همين يعتبرون نفسهم مقاولين، أعتذر مرة ثانية مقاومين. أمريكا اللي أنتوا تقاوموها تعالج مرضى سرطان مجاناً، عمليات إزالة أورام، إشعاع كيمياوي، أدوية وعمليات ترميم مجاناً، بما أنكم أنتوا مقاولين أعتذر للمرة الألف مقاومين، صيروا أحسن من عدها وعالجوهم ببلاش لو ما تقدرون. فعلوا مدونين على وسم مظاهرات العشرة الأوائل، وهم شريحة خريجين العشرة الأوائل على الأقسام، أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10، اللي طالبوا بحقوقهم المشروعة والمتمثلة بالتعيين وإنهاء حالة التسويف والإهمال والتهميش الحكومي الهائل الفئة المتميزة اللي كافحت من أجل نيل أعلى المراتب أثناء تحصيلهم الدراسي، لكنهم اصطدموا بعدم وجود فرص عمل ولا مبالاة حكومية غير مبررة بالتعامل ويا مطالبهم المتكررة. للمرة الثانية ولليوم الثاني على التوالي، العشرة الأوائل موجودين ببرنامج صوتكم، عقيل العبودي على منصة أكس قال: لا نأمل خيرا بحكومة تنصف من لا يقرأ ولا يكتب، وتهمش الكفاءات العلمية، وتظلم أصحاب المعدلات العالية من الذين بذلوا قصارى جهدهم لكي يكونوا من الأوائل. زهراء تقول: نحن الخريجين العشرة الأوائل نطالب برفع الظلم وشمولنا بالتعيين، لأننا أصحاب كفاءات ولا يوجد فرق بيننا وبين الثلاثة الأوائل سوى أعشار الدرجة. ناصر حسين يقول: من أشد أنواع الظلم والحيف أن تهمش أهم شريحة في المجتمع ويصبح أعلى سقف أحلامها أن تجد وظيفة للعيش الكريم لا غير. الشباب جيل المستقبل وسواعد النهوض بالبلد، يجب استثمارها بدلا من تهميشها العشرة الأوائل. وعلي يقول: مستمرين وسنستمر بالمطالبة بحقوقنا حتى الوصول إلى غايتنا الأساسية، ألا وهي التعيين لهذه الشريحة المظلومة التي عانت من التهميش والإقصاء. هاي التغريدة وغيرها وعشرات مثلها كانت على هاشتاغ مظاهرات العشرة الأوائل. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، أبو مؤيد من كركوك: أعتذر منك، بالأمس أنت دزيت لنا رسالة وأرسلت لك وعد، أقراها اليوم. رسالتك تقول: تحية طيبة لقناة الرافدين. في علوة كركوك قرب منطقة الصيادة، ميليشيات هذا العامري بباب العلوة واقفين يسلبون بالناس الكسب الفقراء. أريد أعرف هل أموال الدولة قليلة؟ هم اللي عنده غيرة وشرف وضمير ما يوقفون بباب العلوة ويسلبون بالناس. شكرا لك أبو مؤيد. ومشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود ويانا ببرنامج صوتكم لهذا المساء. انتظرونا بنفس الموعد ببرنامج جديد وحلقة جديدة باكر إن شاء الله لبرنامج صوتكم. في أمان الله. إلى اللقاء.